لو الحكاية فيها إن فيتو. إيه رأيك بقى النهاردة في الجنينة بعد الغفرة 6 شهور، وأول ما دخلت إيه اللي حصل معاك وأبرز الاستعدادات اللي أنت شفتها؟ بجد لا، أنا كنت مبسوط جدا، بقالي فترة كبيرة ما باجيش هنا وكانوا واقفين هنا الحديقة، وبجد عجبني الإجراءات والإجراءات الاحترازية اللي هما كمان عاملينها، نحس كمانة التباعد، قياس درجة الحرارة، لا بجد بأمانة في استعداد جميل جدا. طبعا اول ما دخلت في النظام في فرحانين طبعا ان احنا جايين المكان اللي اتقفل بسبب الظروف بتاعت البلد وكده، لكن الحمد لله كل حاجه رجعت طبعا بنظام وبالاجراءات وبالتباعد، واحنا مبسوطين وجينا اتفرجنا على الحيوانات وفرحانين طبعا ان احنا رجعنا لحياتنا القديمه. هو ده شيء جميل طبعا، يعني الواحد مصدق. انا مجرد ما قريت ان بكره افتتاح الحديقه وكده فاخدت عيالي ومنها نطلع نركب اللانش على مثلا الاتوبيس الناري مثلا لحد التحرير في النيل، عشان يعني الواحد يغير جو في الفتره اللي فاتت دي. شايف الاجراءات الاحترازيه من اول ما انت ما دخلت كده، قول لنا اول ما دخلت ايه اللي حصل بالظبط؟ والله لازم يبدا بنفسي، يعني انا شايف الاجراءات الاحترازيه لازم اعملها عليا وعلى اسرتي، بما ان يعني طبعا مش لابسين الكمامه دلوقتي، انا اللي لابس الكمامه انا اللي بيصلوا من بره يعني، بس هو هي الاداره بره هم ماشيين صح، يعني هم لازم تخش الكمامه ولازم تخش تمام وكده، وانت الباقي عليك انت بقى. ايه رأي حضرتك في الحديقه والحيوانات؟ والله حلوت بعد 6 شهور هدوء كده، شايف ان هي يعني انضف بكتير. شكرا فيك.